الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق رب المشرقين ورب المغربين مرج البحرين يلتقيان
وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا صدق الله.